معنا سيادة الفريق حنفي عبد الله المحلل السياسي. سيادة الفريق أولا مساء الخير. مساء النور عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطمئن على الأوضاع الحالية مع إثيوبيا والأراضي أيضا التي تم إعادتها واستردادها من جانب الجيش السوداني قبل عدة أيام. الفريق أول عبد الفتاح البرهام أيضا تفقد القوات السودانية. إيه الوضع حاليا على الحدود مع إثيوبيا؟ نعم شكرا جزيلا. الوضع على المناطق هذه، منطقة الفشغة الصغرى والكبرى، هي أصلا كانت مناطق زراعية كانت استبيحت من المزارعين الاثيوبيين بدعم من الميليشيا الاثيوبيه، هي ميليشيا الامهره، هي قوات اصلا ميليشيا تابعه للجيش الفيدرالي. ويمكن في اطار النظام السابق كانوا يعني سمحوا لها يعني وتغضوا الطرف عن انه هذه الارض يعني تعود الى اصحابها المزارعين، وبالتالي يعني استبيحت تلك الاراضي العزيزه اكثر من 26 عام حرم المزارعون السودانيون منها، وعندما كانوا يحاولون استعادتها كانوا يواجهون بالقتل. يعني يمكن في فترات الماضيه يمكن جمله الضحايا من السودانيين ما يقارب الالف من الذين أصيبوا والذين قتلوا في تلك المناطق. وبالتالي كانت ردة الفعل للقوات السودانية، القوات الجيش السوداني، هو استعادة تلك المناطق والانتشار لكل المناطق الحدودية ما عدا رقعة بسيطة يعني يتواجد فيها جزء من الجيش الفيدرالي الاثيوبي، والجانب السوداني طالبهم باخلاء هذه المنطقه. هم طبعا يحاولون الربط ما بين وضع العلامات الحدوديه في الاتفاق الاساسا موضوع معروف اللي هو خط جوين اللي هو كان اتفق عليه سنه 1902، ويحاولون الربط ما بين ذلك وبين الاراضي الفشقه، هي اساسا هي اراضي سودانيه باعتراف الجانب الاثيوبي. يعني حتى يمكن هم معترفين بها، لكن يحاولون يعني الربط بينها وبين عملية الحدود، والسودان سيكون يعني مواجه هذه المناطق بقوة، ولن يستطيع الجانب الأثيوبي مهما كان يعني لي يعني يد السودان في أنه يعود التفاوض، لأنه ليس هناك تفاوض، لأنه الاتفاق هذا هو موجود وفق القوانين ووفق الاتفاق الذي تم فيه قبل أكثر من 100 عام. وبالتالي على الجانب الأثيوبي عدم استغلال هذه المواقف، وبالتالي يعني زج السودان في مواجهات، وبالتالي السودان لا يريد حربا ولكن في إطار حقوقه حقوق السيادة في هذه الأراضي سيدافع عنها بكل شرافة. وبالتالي يعني حتى الجانب الاثيوبي يحاول الربط ما بين ملف التفاوض في سد النهضه وهذه المسائل المتعلقه بالحدود، وكل ملف له يعني حيثياته، والسودان حتى في ملف النهضه سد النهضه هو يتمسك ويتمترس في اهميه ان يعني يتم اكتمال الاتفاق حول المسائل الفنيه، لانه مخاطر هذا السد لابد ان تكون هناك اتفاقيات واراء فنيين لابد ان ترسم، وبالتالي السودان سيعد بالنواجذ على كل هذه الحقوق. ونعم نحن لا نريد يعني ان هناك تصعيد في هذه المناطق، ولكن يمكن الجانب الاثيوبي صعد المساله اعلاميا عبر سفيرهم في الخرطوم بصوره مجافيه للعرف الدبلوماسي، يعني صار يصرح ويتهم السودان في داخل يعني في داخل هو في داخل السودان عبر الوسائط وما الى ذلك باسلوب لا يتفق مع العرف الدبلوماسي، كذلك يقوم به وزير الخارجيه ورئيس الاركان باتهامات باطله. وسبق ان يعني قامت طائرات باختراق المجال الجوي السوداني، والسودان حري به ان يرد على أراضيه بكل شراسة ولن يسكت على أي
تعدي على حقوق السيادة السودانية. طيب سيادة الفريق، النقاط مهمة سيادتك أثرتها، وكان النهاردة سيد الرئيس وزير الدفاع السوداني ناشد إثيوبيا أنها تسحب القوات في حالة تمسك إثيوبيا بالبقاء في الأراضي السودانية، ما هو التوجه من جانب الأشقاء في السودان والجيش السوداني؟ طبعا الجيش السوداني يعني لا يود حربا، ولكن في إطار الجوار الآمن اللي هو المطلوب من الجانب من الجميع، الجانب السوداني سوف يستمر في استرداد حقوقه. هو طبعا الإثيوبيين يحاولون أن يتراجع الجيش السوداني عن مناطق الفشقة، وبالتالي يكون هناك حوار واتفاق وكيفية عودة المزارعين الإثيوبيين لهذه المناطق. وطبعا السودان لن يرضى على هذه المسألة، وسيقاوم عملية وجوده في هذه المنطقة، وسيعمل وفق القوانين الدولية، وبالتالي يعني سيستطيع رد حقوقه. وإذا تم أي اعتداء بهذا الجانب، القوات المسلحة السودانية تستطيع أن ترد هذا الحق بصورة كبيرة جدا. وأنا أرى أنه على الجانب الإثيوبي، لأنه هناك كثير جدا من المصالح الحيوية التي تربط ما بين البلدين، وإذا هي أرادت بالفعل يعني الاتجاه نحو التصعيد العسكري، هذه هي خسارة كبيرة جدا، لأنه هناك يعني وضع صعب جدا، لديها ملفات ساخنة بالداخل، ولديها وضع يعني ما حدث في إقليم تيغراي، والاتجاه الدولي نحو إدانة ما تم في تلك المسألة، وأنه كان من الأحرى أن يكون هناك حوار وليس هناك اقتتال. السودان الآن يستضيف ما لا يقل عن 500,000 أثيوبي لاجئ، وزاد هذه النسبة بعد حرب تيغراي، وصل إلى السودان أكثر من 60,000 بأسرهم، وحتى جنود لجأوا للسودان، السودان قام بتسليمهم إلى الجانب الأثيوبي. وكل هذه المسائل تتجاهلها الحكومة الأثيوبية، يمكن في إطار ما كان يعني في التراخي في النظام السابق تجاه الأثيوبيا وتجاه المصالح السودانية، وبالتالي يحاولون استغلال هذه السماحة السودانية التي ظلت هي ديدن السودان. وبالتالي أنا أعتقد سيظل السودان يحمي مناطقه، وسيكون هناك خطة لبنية تحتية في هذه المناطق، واستعادة هذه الأراضي التي كانت تستغلها المزارعون الأثيوبيون. يمكن الحكومة الأثيوبية للأسف الشديد يعني بخرق لكل القوانين في أرض لا تملكها، هناك مستثمرون أجانب كانوا في تلك المناطق، هناك مصانع للزيوت. إثيوبيا ظلت تصدر السمسم أكثر مما يصدره السودان، وهي لا تنتج ولا فدان واحد من السمسم إلا في هذه المناطق، هي أساسا أراضي سودانية. يعني مجمل القول بأن السودان سيظل محافظا على حقوقه، وسيدافع عن حقوقه بكل ما يبذل، وإن شاء الله يعني هذه المسائل لابد أن تتحقق بما يلبي هذه المصالح. ومهما كانت ظروف السودان الاقتصادية وما إلى ذلك، يملك إمكانات هائلة جدا، ويملك جيشا يعني قويا، وله خبرة طويلة جدا، ويملك من الإمكانات. وكذلك أنا أعتقد يحتاج السودان أيضا لدعم المجتمع الدولي لاستعادة هذا الحق والتعدي الذي تم من قبل إثيوبيا. وكما هو معروف يعني يقول كثير من المحللين، إثيوبيا الآن واحدة من ما يسمونه بالطفل المدلل من جانب المنظمات الدولية والقوى الدولية حتى الإفريقية، يعني تتفرج على ما يجري في هذه الأرض من تجاوزات. يعني هذه كلها تحتاج إلى أن يستعيد يعني يعيد المجتمع الدولي قراءة الموقف، وبالتالي يعني رد هذا التعدي الساخر والذي يشعل المنطقة وهي لا تحتاج إلى ملف سيادة الفريق حدث ملف السد النهضة إلى أين في ظل التصريحات من جانب رئيس الوزراء بالأمس عبد الله حمدوك أنه السودان لن تقبل بسياسة الأمر الواقع، وأنه سد النهضة يؤثر على السودان أولا؟
طبعا كما تعلم سيد الكريم، حتى الأرض التي يقام فيها الآن سد النهضة هي أصلا كانت أراضي سودانية. منطقة كل هذه، منطقة بني شنقول هذه كلها أساسا كانت أراضي سودانية، وفي ظل اتفاق البريطاني مع الإمبراطور الإثيوبي في ذلك الوقت 1902 تنازل كل هذه القطع وحولت إلى الجانب الإثيوبي، وكان هناك شرط أساسي بأن لا تكون هناك أي مشروعات مائية، وهذا يمكن حتى قيام السد هو خرق لهذه المسألة. المسألة الأخرى اللي هي التجاوز الجانب الإثيوبي لما تم الاتفاق عليه، والعملية الملء بدون اتفاق الأطراف الأخرى، هذه وهم الآن يتجهون إلى الملء المرحلة الثانية، وهذه برضو السودان رفضها، ولن يكون هناك أي لقاءات إلا وفق الشروط التي قدمت، أن يكون هناك دور واضح جدا للخبراء والفنيين من الاتحاد الأفريقي ليضعوا كل الأطر الفنية الواضحة التي تحفظ للجانبين السوداني والمصري الحقوق الواضحة جدا في العملية الفنية التي هي أساسا هي أساس واضح جدا لاستمرار بناء السد وليس بهذه العشوائية. هناك معلومات أخرى بأن حتى الجانب الأثيوبي بدأ في تشييد سد آخر في نفس المنطقة، وهذا أيضا خرق، لأنه لا بد أن يكون هناك اتفاق مسبق في هذه المسائل، وهذه كلها مخاطر لا تؤدي إلى استقرار المنطقة التي عانت كثيرا جدا، والتي لا بد أن يكون هناك هدوء وهناك استقرار لكي تنعم هذه المناطق الغالية من أفريقيا بمواردها التي طال أمد عدم الاستفادة منها. سيادة الفريق، إيه الأوراق اللي في إيد السودان في عدم فرض إثيوبيا القيام بعملية الملء الثاني؟ إيه الأوراق اللي موجودة لديكم؟ السودان طبعا سيظل صرح هذه المسائل. أول شيء لا تستطيع إثيوبيا أن تواصل عملية بناء السد إلا باتفاق وفق المواثيق الدولية. السودان سيصعد المواقف في المواقف في 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 الساحات الأفريقية، في الاتحاد الأفريقي، في دول الإيجاد، كذلك في الاتحاد الدولي، وكذلك مع المواثيق. وبالتالي هذه كلها أنا أعتقد ستؤثر حتى على العلاقات الثنائية. إثيوبيا لديها مصالح كبيرة جدا مع السودان، وبالتالي هذه كلها ستؤثر حتى على السياسة. السودان لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي، سيلعب دور بالإطار الإقليمي، بالإطار السياسي، بالإطار الدبلوماسي، وبالتالي هذه كلها سياسات من خلال التفاوض، من خلال إدارة التفاوض، ومن خلال حتى المواقف السودانية الواضحة. هذه كلها أسلحة في يد السودان. أنا أعتقد لن تستطيع إثيوبيا أن تستمر في هذا العنت، وخاصة إذا كانت المواقف الدولية والإقليمية كانت صامتة، هذه هي التي تشجعها. وبالتالي أنا أعتقد البعد الداخلي المؤثر في إثيوبيا لن يجعلها تستمر في عملية. حتى أنا أعتقد أنه الاستقرار الداخلي في إثيوبيا هو مؤثر جدا في استمرار عملية السد. الآن هناك احتقان كبير جدا في الداخل، وانت احتقان من الإثنيات الأخرى، إثنية الأورومو وإثنية التجراي، هم الآن ليسوا على قلب رجل واحد مع السياسة الداخلية. نحن لا نود التدخل في السياسة الداخلية الأسلوبية، ولكن لا بد أن يكون هناك جوار آمن، هذا هو المطلوب. وبالتالي عدم التعنت في كل هذه الملفات، سواء كانت في رفض رسم الحدود بالنسبة للسودان، أو الاستمرار بتوافق في مفاوضات سد النهضة وما إلى ذلك. هذه كلها ضرورة أن يعتد بها الإثيوبيون لكي تنعم المنطقة في سلام، ولا تكون هناك أي مسائل تعطل هذا المسار. بشكرك شكرا جزيلا سيادة الفريق حنفي عبد الله المحلل السياسي من السودان الشقيق، كل التحية لكم.